بعد ما خلص موسم دراما رمضان عايز ابعت رسالة خاصة للفنانة ريهام حجاج، عايز اقولها لو مصرة تكوني بطلة المسلسل غيري الكاست، كاست العمل اللي بتشتغلي معاهم باستمرار، لانهم مش امينين عليكي، بدليل انهم سايبينك تغرقي كل مرة اكتر من المرة اللي قبلها، اكيد شايفين وعارفين وساكتين، يعني واخدينك سبوبة ونحتاية وسايبينك منهم للمشاهد اللي مش هينفع يجامل ولا يرحم وعنده 1000 حق. 2، الفنان أمير كرارة، كيرفي أسهم نجاحاتك بدأ ينزل بأسانسير، اختياراتك غلط، مفيش تطور في الأداء، مفيش اهتمام بدراسة الشخصية، فكل شخصياتك بتتكلم بنفس تون الصوت وبتتحرك بنفس الحركة، محتاج تراجع نفسك وترتب أوراقك وتعيد حساباتك، لو تعرف تعمل كلبش 4 يا ريت، وترجع للدكتور باهر ديودار المؤلف وبيتر ميم المخرج، وترجع تستغل شخصية سليم أنصاري تاني علشان ترجع تاني باشا مصر. فنان محمد إمام، جميل إنك تاخد منهج الأكشن الكوميدي، بس إنت بتهتم قوي بالشكل وتبقى متهندم كده لبس وشعر أكتر من الشخصية، يعني مثلا طالع من السجن كأنك طالع من عند الكوافير بقصة شعر وتحديد دقن ولبس شيك وكله تمام، مفيش مشهد إلا ولازم يكون الشعر مظبوط واللبس مظبوط، حتى بدلة السجن رافع اللياقة بتاعتها علشان تبقى ستايل. تقريبا معظم مشاهدك بالسيجارة، اللي هو البطل يضرب ويدخن أو يهدد وهو بيدخن أو ويجي في الآخر بيطفي السيجارة بجزمته على الأرض. عايز أقولك إن ده جو أمريكاني خلص من زمان. والفنان أحمد فتحي، عايز أقولك إنك بقيت بتستسهل الكوميديا وبتقلل من اسمك أوي أوي أوي، وما عندكش مانع يقولوا ده إيه الغلاسة دي، شخصيتك وأدائك وحضورك في الكوبرا عيب أوي أوي قوي في حقك انه يبقى اقل من العالمي كزبرة. الفنان احمد العوضي، احمد العوضي مش لازم كل مسلسل تأكد انك جدع وابن بلد وبتاكل الني والاخضر واليابس، يعني عايز اقولك ان مش المشهد بتاعك وانت بتاكل الفسيخ والبصل مع كارولين عزمي مشهد مكرر كانش ليه لازمة. احمد مكي عايز اقول لك ان احنا تعودنا يكون الكبير طقس من طقوس دراما رمضان، بس ده مش معناه او انه يبقى مسلوق طالما مضمون اكله، لا احنا مش بنسلق بيض، محتاج افكار جديدة لحدوتة حلوة مش سكتشات. يعني من احلى الحلقات مثلا حلقة شمس الزناتي وحزلقوم لما طلع الفضاء، وآخر 3 حلقات في الموسم اللي فات اللي كانت بطولة هاجرس، إنما استسهال المضمون كده ده بيخسرك جمهورك. ندخل بقى على الفنانات سمية الخشاب وياسمين صبري وروجينا ونرمين الفقي، عايز أقول لكم الدور التاني مش عيب ولا حرام ولا قليل، مش لازم نعمل بطولة للمسلسل ما بيتشافش ماشي. الفنانة هدى الإتريبي، حلو عمليات التجميل لكن يا ريت يبقى معاها شوية تدريب على التمثيل. هدى الإتربي. ونخش بقى على الفنان حبيبة قلبي مي عمر، عايز اقولك انت بتعملي كل حاجة بس ليه ما بتعرفيش تطيري؟ ها؟ ليه ما بتعرفيش تطيري؟ شكرا ليكم كلكم.